جدي أنت بتعرف أنه هذا اسمه ظلم؟ لا ما أنه ظلم يا فريد، إذا بترجع على البيت بحط أنا كل أملاكي وثروتي بين إيديك، إذا بتتقبل نوكهات وكايا وبتعيش معهم ضمن نطاق الاحترام والأدب ما رح ينقصك شي أبداً. آه يعني ميزات آل كورهان تبعي صالحة بهالبيت وبس، ما هيك؟ إذا أنا كنت بهذا البيت وبسمع أوامرك وعم أقول حاضر لبنتك وحفيدك فبكون من آل كورهان، وإذا لا ما بكون منه. إيه وشو فيها يعني؟ بعدين أنت ليش كبرت هذا الموضوع لهي الدرجة؟ ليش كبرت الموضوع لهي الدرجة؟ جدي أنت دخلت أشخاص غريبين ما منعرفهم أبداً على حياتنا بالقوة، عملت هذا الشيء من دون ما تسألنا وتاخد رأينا. إيه وشو فيها يعني؟ شو فيها؟ إذا أنا عملت نفس الشيء جدي شو بتعمل؟ يعني شو بدي أعمل؟ كنت قلت لك أهلا وميت سهلة يا فريد، مو عملت لك اللي بدك إياه ووافقتك على كل شيء؟ لما قلت بدك بيلين قلت لك تمام، وبعدين ما مشي الحال قلت بدي سايران قلت لك تمام، ومع أنه أبوه أندبوري وحطيت كرامتي تحت الرجلين تجوزت وقلت لك تمام، شو الشي اللي طلبته أنت وأنا ما عملت لك يا؟ يعني أنا هلأ بيكفيني أني أعيش مع هدول وأنت رح توافقني على كل شي، ما هيك جدي؟ إيه كل شي أنا بدي إياه أني أعيش مع كل عيلتي تحت سقف واحد ونحن مرتاحين. مع كل عيلتك؟ إيه ابني. يعني أنا شو ما قلت وشو ما عملت أنت رح توافق، هيك قصدك ما هيك؟ إيه. طيب تمام لك، رح فكر بهذا الشيء لبكرة الصبح. تمام.